بدقيقتين و19 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. هناك أيضا تحضيرات شوطنا الأول للقعدان هنا وجائزة هذا الشوط كابون هنا ترشيح براشد على أبو هنوشة في شوطنا الأول. على بركة الله وتوفيقه انطلق شوطنا الأول هنا في هذا المسار في هذا التحدي الجميل هنا. شكرا سعادة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي مشكور أبو حمدان أسير مقدمة هذا الشوط. الله يا المقدمة الله يا الصدارة الأولى مع المركز الأول شاهين حمدان بن خليفة بن ثاني النعيمي. المركز الثاني سلهود المرشح الأقوى في هذا الشوط. سلهود يتقدم في هذا المسار. الله الله يا أبو سالم إبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري منتحر في هذا الشوط. المركز الثالث القدوم من شاهين. هناك أيضا يتقدم سلطان بن عيسى أبو فنوشة المنصوري القادم شاهين بالعور الأخيلي. ولكن أعود إلى البداية الأولى الكوبون أين يذهب؟ سلالة الطاير ما زال على المقدمة ما زال على الصدارة الأولى. قد سجل لنا نقطة ذهبية بشعار أبو حمدان في هذا الميدان. سجل لنا نقطة مميزة في هذا الميدان. انتاجه الشخصية من الأب والأمة يتقدم على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. سلهود ولكن شاهين يقدم لنا هذا العرض يقدم لنا هذا الأداء. سلالة الطاير المملوك لسعادة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي على صدارة هذا الشوط مع البداية الأولى. الله سلام يا العين سلام عيناوي سلام إلى العين دار الزين إلى العين دار الزين. الشوط الأول يسجل باسم شاهين على الصدارة الأولى. تهانينا لك يا أبو حمدان تهانينا على فوز شاهين وفوز الطاير هنا في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني سلهود إبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري. ثالثا هناك شاهين مبارك بالعور الخيلي. التوقيت الزمني نفس توقيت الأبكار دقيقتين و19 ثانية بالوفاء والتمام والكمال.